رسميا 9 منتخبات عربية تأهلوا إلى الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026. المنتخب السعودي والقطري والإماراتي والبحريني والكويتي والعماني والعراقي والأردني والفلسطيني، كل التوفيق لهم جميعا في المرحلة القادمة من التصفيات. راح نحكي عن المرحلة الثالثة والرابعة والخامسة وطريقة التأهل على مستوى قارة آسيا إلى كأس العالم 2026. لا تنسوني من الفولو واللايك والدعم وتابعوا الفيديو معاي إلى النهاية. طبعا الدور الثالث خلاص تأهل له 18 منتخب، راح يتم توزيعهم على 3 مجموعات، كل مجموعة تضم 6 منتخبات راح يلعبون فيما بينهم مباراة ذهاب وإياب نفس النظام القديم. راح يتأهل من كل مجموعة صاحب المركز الأول والثاني بشكل مباشر إلى كأس العالم 2026. راح يتم تأهل 6 منتخبات في هذا الدور. طبعا عدد المقاعد الآسيوية في كأس العالم 2026 8 مقاعد ونصف. راح ننتقل الآن للدور الرابع. أصحاب المركز الثالث والرابع من الدور الثالث راح يتأهلوا إلى الدور الرابع. طبعا راح يتم توزيع هذه المنتخبات الستة أصحاب المركز الثالث والرابع على مجموعتين، وراح يتأهل من كل مجموعة أصحاب المركز الأول. هيك صار عنا 6 منتخبات بالدور الثالث تأهلوا خلاص، والآن منتخبين أيضا أصحاب المركز الأول تأهلوا. إذن عدد المنتخبات المتأهلة 8 منتخبات آسيوية، بقي عنا النصف مقعد. رح ننتقل للمرحلة الخامسة يلي رح يتأهل أصحاب المركز الثاني من الدور الرابع. رح يلعبون مباراتين فيما بينهم ذهاب وإياب، والفائز رح يلعب الملحق العالمي حتى يحسموا المقعد لصالح قارة آسيا في حال فازوا فيه. وبالنهاية أتمنى كل التوفيق لجميع منتخباتنا العربية وأن يقدموا أفضل العروض الكروية، وتحياتي لكم.